بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد ربي رئيس جمعية الحمراء لأرباب حافلة نقل المسافرين بجهة مراكش أسفي. اليوم هاد الوقفة هادي كنا غنديرو المبدأ الأول كنا غنديرو من نهار جات هاد العدالة والتنمية، وحنا مع على هاد المشكل ديال عقد برنامج وهما كيسيروا فيه. ملي جا هاد كوفيد 19 ركبوا على الحدث فائده به، نهار وقفنا بواحد المرسوم اللي هو مرسوم وزاري ديال وزاره الداخليه ديال السيد وزير الداخليه. فعلا توقفنا على العمل لمده ديال واحد تقريبا 4 شهور، فائده به نهار بغيت نلقوا العمل استئناف العمل للنقاله، جابوا لنا واحد كنا دفتر تحملات، تفاجئنا بداك دفتر التحملات فيه واحد الحوايج اللي هي خبايا، وكانت واحد هي خبايا ونوايا سيئه بالنسبه لنا حنا. تيقولوا بانه دفتر التحملات بمثابه رخصه استثنائيه. فاذا به ملي كنا غنديروا مسيره للرباط، كان السيد الوالي ديال جهه مراكش اسفي عطى التعليمات ديالو بالنسبه للجهه ديالنا باش المسيره ما تمشيش نظرا للطوارئ. فعلا توقفنا منها، درنا واحد الوقفه احتجاجيه لمده ديال واحد الساعه. من بعدها ما كاينش التجاوب لا من السيد الوزير ولا من شي حد. عاوتاني جانا واحد البلاغ اخر من السيد الوزير، جا المديرين ديال الجهويين باش يديروا اجتماعات مع جميع الجمعيات او الهيئات الممثله للنقل على الصعيد الوطني. درنا اجتماع تقريبا لمده ديال اليوم 11 يوم ولا هي 10 ايام، حتى شي جواب ما كاين من السيد الوزير. تفاجئنا البارح في البرلمان بانه شنو هو، تفاجئنا بالسيد الوزير في البرلمان وهو النوايا ديالو اللي هي كانت سيئه تيركز على ظاهر 63 باش يحيدو، وظاهر 63 هو اللي متشبتين به جميع الناقلين ديال المملكه، لانه حنا كنظمنا ظاهر 63 بالنسبه للرخص ديال النقل المسافرين، تنظمها ظاهر 63. البارح خرج من رونتو كيقول بانه ظاهر 63 خصو يتحيد ويدير عقد برنامج. هذا عقد برنامج حاربنا عليه من 2013 من نهار جات العداله والتنميه وخدت الحكومه، وحنا معاهم في هذا عقد برنامج، كنتحاربوا معاهم الى يومنا هذا على هذا عقد برنامج. عطى شي حاجه اللي هي كمثال، تيقول بانه 88% ديال قطاع النقل بانه ناقلين اللي ما كيتعداوش ما كيملكوا قل من حافلتين، وهاد الهضره مردوده عليه. هاد الحاله اللي قال ديال ناقلين ما كيتعداوش قل من حافلتين، يقدر يقول 5% يقدر يقول 6%. رجع للقطاع اللي هو غير تيقول قطاع غير مهيكل، تقريبا 5% اللي هي مهيكله، كان يقول واحد 10% اللي هي ماشي مهيكله ممكن. ولهذا وهو عطى واحد الصوره اللي هي عكسيه في الغرفه ديال البرلمان البارح. وهذا الشيء حنا ما ولهذا الراي العام خصو يعرف بانه حنا ماشي واقفين على 50%، ما واقفينش على 50%، واقفين على السيد الوزير لانه دير دفتر التحملات وبيحول لنا عقد برنامج. واقفين على حقوقنا المكتسبه اللي هي قريم، كاين اللي هي هاد الرخص، كاين اللي با خلى الدار وخلى الفيرما، ومن اللي فرقوا واحد دا الفيرما وواحد دا الرخصه. اليوم الى هاد السيد دار عقد برنامج الرخصه شنو يدير بها؟ هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا. حنا واقفين على حقوقنا المكتسبه، تيقول هذاك السيد يدو مفتوحه، الباب ديالو مفتوح لمن؟ مفتوح لخمسة الشركات على الصعيد الوطني، مفتوح ليهم. اما بالنسبه للهيئات اللي هما 8 هيئات ما راسلوه ما يزيد على 50 مره، ما عمرو استقبل شي حد. ومن نهار جا السيد عماره كان تحداه، الا قال لك عمرو جمع معنا كان تحداه، قال لي كانوا واحد جوج اجتماعات ولا ثلاثه دوزهم الكاتب العام ديالو. اما تيقول هو دائما هو الباب ديالو مسدود الى يومنا هذا، كيستقبل 5 الشركات نعم على الصعيد الوطني، وهذوك هما اللي كيتعاطف معاهم، وهذوك هما اللي كيعطيهم رخص استثنائيه خدامين بهم ليومنا هذا. هذا الشيء كاين، من غير هاد الناس ما كيستقبل حتى شي واحد. ولهذا اليوم حنا وقفنا على عدم التجاوب ديالو، ولهذا حنا اليوم بقى عندنا الامل في سيدنا الله ينصرو، هو اللي بقى عندنا فيه الامل بوحده. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. هاد الوقفه خويا درناها اليوم، كان نوقفوا كان ازروا المشغلين ديالنا، وحنا بدورنا كسائقين مهنيين كشغيله في القطاع راه حنا مضرورين من هاد الوقفه، من هاد الجائحه اللي جات ديال الكوفيد 19 راه حنا مضرورين. وهاد الناس المعنيين بهاد القطاع راه ما بغاوش يحلوا الحوار مع لا معنا ولا مع الناس ديال ارباب النقل ديال القطاع، لان حنا
هاد الايامات ولو كنشدوا المساهمات راه ما داير لنا والو. ولو كاين اللي ما شدهاش، كاين اللي ما شدها ريال، حنا راه تهلكنا، حنا كشغيله كسائقين مهنيين راه تهلكنا. واش انا عندي سته الاولاد اش بغات دير لي 1200 درهم؟ ما عدي لي والو. واش حنا راه بغينا نخدموا، حنا بغينا هذا القطاع، هاد الناس يحلوا معاهم باب الحوار باش القضيه تيسر، وهاد القطاع هاد الناس هادو كاملين راه مضرورين من هاد الوقفه هادي. حنا كنهضروا كسائقين مهنيين، راه حنا تضرينا بزاف، راه حنا تهلكنا، راه ما عندنا ما ناكلوا، راه ولادنا ما لقينا باش نشريو لهم حتى الدواء. و لا اله الا الله، كنتمنى من الله هاد الناس المعنيين، هاد الوزاره المعنته باش تحل باب الحوار لهاد الناس باش حتى حنا نيسروا كسائقين مهنيين، راه حنا تهلكنا، راه لا اله الا الله اخويا. والسلام عليكم ورحمه الله، معكم لطفي سائق مهني.